علي محمد سولا يوزع والدفاع والمش عارف كوره ما كانش جيد، والهدف الاول لصالح النادي الاسلاكسي. الهدف الاول لصالح النادي الاسلاكسي، الهدف الاول في توقيت 11 دقيقة عن طريق اللاعب كريس كواكو، اذا هو اللي يفتتح النتيجة. هدف مقابل صفر بعد لخبطة كانت في دفاع الفريق النيجيري بعد الركنية، والنادي الاسلاكسي يتمكن من افتتاح النتيجة. اذا هدف مقابل صفر لصالح النادي الاسلاكسي، التوقيت 11 دقيقة تتغير النتيجة. والهدف الأول جون شايبو مرة أخرى تتعب ثنائية الكرة، وحمروني يتقدم يوزع كرة أرضية يخرج العارة غريبة جدا بالإعادة وضربة مرمى للفريق النيجيري. الكرة يعني كانت للنادي الاسلاكسي وفرصة حاجة أحسن. تغيير اللعبة مليح. نعود إلى المباراة، كرة لكريس كواكو. كريس كواكو إلى الحمروني. الحمروني ماذا يفعل؟ يمر الكرة لكريس كواكو، يقطع حسين شيب ليه تعود كريس كواكو. كريس كواكو يراوغ يكمل أيمن الحارس. كريس كواكو والحارس مكرم البديري. أيمن الحارس يسجل، والكرة تقطع على ركائب الفريق. وعلى أثر كريس كواكو يلعب مع سولا، يلعب نفسه وحده في راس شوان تتعدى امكانية الهدف الثالث. الكرة اللي على غرام ماذا يفعل عليه؟ تتقطع التسديد من كريس كواكو والدفاع من يوسف السودا. تعود الى سكو الدقيقة الرابعة. هذا من الحمروني، الحمروني لكريس كواكو. اليفواري ماذا يفعل؟ كريس كواكو وزع الكرة والدفاع. الكرة ما توصلش في راس شوان، قبل اوليفي خاطئة من الطنجور. تعود للسي اس اس تمشي كريس كواكو. كريس كواكو الى ايمن الحارسي. كريس كواكو. كريس كواكو والمدافع طنجور. كريس كواكو ومخالفة يتحصل عليها كريس كواكو. هجوم لصالح النادي الاسلاكسي، الكرة دخلت لكريس كواكو. كريس كواكو كواكو يلعب الكرة يخليها تتعدى ايمن الحارسي. غيث المعروف يدخل داخل منطقة الجزاء. هذه كرة لصالح النادي الاسلاكسي. محمد سولا لوكروس من محمد بن علي، رأسية هذه المرة تصل الكرة من كريس كواكو يصوب فوق المرمى. تمس ينفذ محمد من الحمروني في اتجاه كريس كواكو. كواكو الى الحمروني مرة ثانية. الحمروني الحمروني حاول. كريس كواكو توصل له الكرة. كريس كواكو والمحاولة من كريس كواكو مازالت الكرة لصالح النادي الاسلاكسي. اذكية في اتجاه اسماعيل جاكيتي شخصيا، يعني راح اتمنى ان اذهب الى توقع الكابتن عماد المهدي بحكم ان توقع بين محمد امين توغاي، والقرار ياتي من حكم المواجهه يوسف اسرائيلي على احتساب الخطا لمصلحه نيجيريا. يعني بكل صراحه معناها ما ثم حتى معناتها حتى كومبينيزون ولا حاجه واضحه ولا ستيب دو جو ولا حتى التغيير اللي قام به. التغيير اللي قام به تو دخل متواضع جدا الفريق. هذه مخالفه اخرى لكن اكثر فيه نادي الترجي، ومن خلال مباراه اليوم يعتمد على الثلاثه 5-3 يعتمد على لكن ايضا تغطية دفاعية ابعاد تدخل في التوقيت المناسب، ثم بعد ذلك خطأ لمصلحة كريس. الاصلي انتهى ولحظات الوقت بدل الضايع ايضا هي الاخرى انتهت بانتظار صافرة حكم المواجهة يوسف الصرايري مع اخر محاولات الفريق الصفاقسي هنا في شوط المباراة الاول. نتيجة التعادل حتى هذه اللحظة، لكننا ننتظر ننتظر. ولكن الدفاع يتفق من جديد. الكرة تم مخالفة وتقبط على كريس كواكو. فقط اللعب رقم خمسة أوسكار اللاتيني ذكى اللي كنا نبدو أنها فرق صغيرة مع عندهاش إمكانيات عملت المفاجآت مع فرق كبرى. هذا اللي ما تحبوش يصير مع طبعا فرقنا التونسية وناسها بداية المباراة. بعض التململ بعض الأخطاء الدفاعية اللي لاحظناها على الساحة الأفريقية حاضر بشكل كبير جدا.
قادر على ان يقود هذه على مستوى تسلياتي. هي من جاءت بهدف المباراة الاول والوحيد. يقدر يوزع الكورة والكريس كواكو بعد اختار حمروني. كريس كواكو يقطعها يوسف بن سودا هو يصلح غلطه. كريس كواكو يكمل مع حسين الشيب. كريس كواكو ماذا يفعل؟ يمر الى ايمن الحرس. ايمن الدفاع من حسين دقدوق. حسين دقدوق يقص الكورة قبل ما توصل لياكوب الجابين. مصعب يوزع الكورة والكريس كواكو حاذر. منصور المراحي. منصور الركنية تتنفذ من عليه البريك وترجع برأسية من كريس كواكو لصالح فريق الاتحاد الذي بن قردين. يقطع الكرة كريس كواكو. كريس كواكو الى الحس في المتابعة اللعب مجال اموشي والكرة بالنسبة لنادي الصفاقسي سنتحدث عنها بشكل تفصيلي بحول الله خلال قادم لحظات هذه المهمية في هذا اللقاء بين الشريفية اكثر لاعب متواجد في ارضية الملعب تحقيقا لبطولة الدوري. من الجهة اليسرى يحتاج الى بعض المساندة الحارسي. ينتظر الان الى ان تاتي عن طريق اللاعب كريس كوكو. عرفاوي يلعبها امامية لكن ايضا كريس كوكو بشكل مثالي جدا مع الطوال قبل ذلك او تحت الطاوية عفوا كان حاضر اعتمد عليه. ممكن ان نشاهده في شوط المباراة الثاني ايضا هنالك حاسم عاش حسن لاعب في هذا اللقاء ومن خلال شوط المباراة الاول وباقدام توغاي لا زالت مستمرة بهدف وحيد. لا زالت صامدة بهدف وحيد. لا زالت حاضرة بهدف وحيد. لا زال توغاي هو اللاعب الذي افتتح التسجيل في هذه المواجهة قبل بالدوري للصفاقسي والترجي بحكم ان مباراتهم في الجولة الاولى تأجلت بارتباطاتهم الافريقية وبارتباطاتهم مع منافسات بطولة كأس السوبر. اليوم يضاف الى الطاوين وعمل حمال حمام سوسة والبنزرتي والمتلوي وبن قردان وحمام الأمر. تشكيلة الاحتياطية للمنتخب السويسري التي ذهبت لبطولة كأس العالم 2000. صفاقسي خامس واكثر الاندية التونسية فوزا بلقب بطولة الدوري. الفريق الذي يمتلك في سجلاته في احضان دحمان التسديدة والكرة والمحاولة الماضية وصلت الى دحمان حارس المرمى الذي يبقي على الامال ويبقي الامور. اليوم يبدا من خلالها محاولة جديدة للصفاقسي. شريط في سويسرا حريق يشد ارضية الملعب والصورة هو من يدخل في ارضية. هذا هو التبديل الثالث مع فرصة المحاولة من اجل من جديد في مناطق النادي الصفاقسي بعد ركنية قلت كرة تب تعتمد النادي الصفاقسي في عقد لمدة 3 سنوات ونصف. عنده كرة الان مرة اخرى يلعب مع كريس كواكو سحب الهدف الاول والكرة ترجع لسحب الهدف الثاني. قبل عليه اليوم في هذا اللقاء يعني سجل كريس كواكو الهدف الاول دقيقة 11 ثم محمد بن علي بعد نتيجة في الدقيقة 18 وايمن الحارثي دقيقة 27 يضيف الهدف الثاني. اللاعبين هو كما شفت راهو مهم جدا اليوم. هذا في كاميرا في وسط الميدان يلعب مع كريس كواكو والكرة ترجع في مناطق النادي الصفاقسي ياخذها كريس كواكو. كريس كواكو عمل كبير للايفواري. كريس كواكو في وسط ميدان النادي الصفاقسي يعني هما اللي على مستوى خط الهجوم. هذه كرة ترجع من محمد امين الحمروني 1-2 مع كريس كواكو والثانية يخلط الحمروني. نعم يخلط الحمروني قبل ما تخرج الكرة لكن يتمكن باش يمرر الكرة. الكرة للفريق النيجيري يشوف النادي الصفاقسي بكل سهولة قاعد ياخذ الكرات في وسط الميدان. يلعب سولا مع كريس كواكو ثم نبي كامارا يعطي كرة مرة أخرى تمريرة واحدة لم الدولي قعلول اللي حتى عملناه لسان في كأس تونس صبري بن حسن ديما على إغرام كذلك من اللاعبية الشبان مواليد 2001 رجع إلى مستواها المعهود اللي عرفناه به في المسابقات الإفريقية
بعد ربما خيبة أم. في ملعب طيب المهيري في صفاقس كما قلت تحت يعني الأضواء الكاشفة بنكهة يعني ولا محاولة ثم الدفاع ممتازة من محمد السراوي هذا اللاعب اللي أكل واليوم يلعب ظهير أيسر يحاول ديما تشوف الكرة بالرجل اليمين اللي ما تخليش يعني الكرة بيها على كل هذه مرور في وسط الدفاع فريق الكيني عنده جوج لاعبين في وسط الدفاع ممتازين ياسر وما فما لاعب على الجناب ديما فما أكثر هذا كذا يوسع الكرة المعروفة الدفاعية موجودة وحاول التوزيع كرة خارجة من اللاعب جيبين موني وفي هذاك طبعا يعني كما كثافة عددية أكبر من جديد بالنسبة إذا أنا كنت تحكي على سولة قلت عمل مباراة جد طيبة في الذهاب ووسط الميدان يبحث على كواكو مثل الكرة كواكو هي جسم الحمدوني وحبي بالنسبة للديسكيرس للبقاء في كاس الكونفدرالية الأفريقية والكرة تعود في وسط الميدان أربعة عشر مساحات تمشي الحمروني قبل الخلوفي تعود للسياسيز كرة لكريس كواكو يمرر الكرة اللاعب اللي تكون في كل أصناف الشابة للأمل ولحد الآن يلعب في الرابطة المحترفة الأولى صبر قبل صفر بين الأمل الذي بحمسوسه والنادي الرياضي صفاقس كريس كواكو كريس كواكو معها حسين الشيخ يمرر الكرة إلى مباراة فيها أمطار وفيها جماهير نجم نقولوا بنت المباريات بدأت وزارة الشباب والرياضة تمنح 15% للدخول الميادين وجمهور أمل يؤدي الواجب إلى دفاعات النادي الرياضي الصفاقسي حسام دكدوك إلى كريس كواكو كريس كواكو على غرام على والحارس مكرم الديري بعد اختر تعود ضاغط من النادي الرياضي الصفاقسي في الدقائق الأخيرة أيمن الحرزي أيمن حسام دكدوك دكدوك إلى كريس كواكو كواكو يمرر كورة ولكن تنظر الأمل أوليفيلا جريش جريش خاطئة إلى كريس كواكو كريس كواكو كريس كواكو إلى فراس عواد فراس فراس من الهدف الأمل ضغط من محمد مسوسة على سياسيف كريس كواكو كريس كواكو هاجم أقصى لسياسيف كريس كواكو كريس كواكو إلى الراب كورة إلى بن علي بن علي الأيمن عبد الرحمن يوزع الكورة تمشي كريس كواكو كريس كواكو كريس كواكو يمرر ترسيس حسام دكدوك حسام إلى حسين الكريس كواكو كريس كواكو ماذا يفعل كريس يمرر لحسام دكدوك تخبل الأولمبي علي غرام علي غرام إلى كريس كواكو كريس كواكو يمرر الكرة لحسين علي حسين تلعب من مكانها علي غرام إلى كريس كواكو كريس كواكو إلى نبي كاميرا نبي كاميرا هي مخالفة لنبي كاميرا يلعب كرة لكريس كواكو كريس كريس كواكو يمرر الكرة إلى اللاعب حسين علي حسين علي I'm about my business for real. I've been whipping down the road with my hand on the
كريسكوكو Like I should go and chill, but I'm so hydrated cause my name's Water Will. It's the Evian Dot, it's the Fiji OG. Everybody in the city know me. Yo, Muhammad Amin Hamrouni. محمد امين الحمروني الى كريس كواكو. محمد امين الحمروني مره ثانيه احنا عندنا ليف الاتجاه والجريه الى فلسطين دوري لكريس كواكو. ثم تصل الكره الى حليمه بندر الشيخسي لمالين ريح فلسطين لكريس كواكو. كريس كواكو كريس كواكو في الاتجاه ايمن حمزي. ايمن مالين ريح يرجع الى العراقي حسين علي. ثم كريس كواكو الى محمد امين الحمروني. محمد امين الحمروني كريس كواكو مره ثانيه الى الحسين علي في دائرة وسط الميدان الى كريس كواكو. كريس كواكو الى مانيك ريح يبحث عن حلول تنفذ سريع ومقطوع الكره لصالح الديسفيق عن محمد بن علي الى كريس كواكو. كريس كواكو كريس كواكو عنده الكره. كريس كواكو ثم ايمن الحرزي الى محمد امين الحمروني. محمد امين الحمروني كره في اتجاه كريس كواكو تصل الى كريس كواكو. ثم فارس نجي لعب ايمن الحرزي. ايمن الحرزي ثم كريس كواكو. كريس كواكو يربح مخالفة لعب الجهة اليمنى والحمروني في الجهة اليسرى. امامهم ياتي كل من الجزائري مليك رياح وكريس كواكو عنده طبعا مخزون كروي كبير خاصة على المستوى الفني طاقة الدفاعية. ترجع الكرة محمد امين الحمروني يلعب مع كريس كواكو وكواكو يرفع الكرة ترجع عند محمد بن علي في يسال حديد الديسفيكس يمشي للتفصيل. كريس كواكو يلعب الكرة ومحمد سولة والكرة يسال حديد الديسفيكس. الكرة من كريس كواكو. كريس كواكو يبدل الكرة على اليسار غيث المعروفي. غيث المعروفي عبد الله العامري ديما يقدم خصوص الاعلاميه اللي حكيت عليهم في الفريق الكيني وخاصه يقدم شخص البشريه يحاول دائما يخلوش الكرة تخرج كرة خفيفة لتسكتش يعتمد في الدفاع على الكرة الطويلة يحاول يلعب على الأدب في ميدانه في الطيب المهيري تمشي كرة كريس كواكو. كريس كواكو أشرف الحباسي ولايع مكرم المديري. الى محمد بن علي صلاح الدين حسين علي. حسين علي لكريس كواكو. كواكو طويل الكره اتجاه محمد امين الحمروني وصل الكره الى